وصلنا وانطلاقات أشواط هذا المساء الجميل. ميدان المرموم لانطلاقات جميلة في الموسم الختامي، وهذه انطلاقة أحد أشواطنا وهو الشوط الذي يسبق شوط الختام في هذا المساء مع اللقاء الشوط الثالث عشر الذي تعلن انطلاقته مع الجعدان أصحاب السمو الشيوخ اللقاية التي تتنافس على الفوز والناموس في مسار الخمسة كيلو متر في رياضتنا العربية الأصيلة. انطلق الشوط مع شاشة دبي ريسنج مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الأيام الجميلة والرائعة. انطلقنا مع المقدمة وتابعنا، وهذا من يقود المشاركين شاهين تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مطر بن علوان يقود تضميرا، بينما المركز الثاني ياتي في زعفران تعود ملكيته مشاهدين الاعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فهد بن حصين النعيمي يتابع التضمير نقلي إلى ثالث المراكز، وبقول ياتي براق ويندفع إلى ثالث المراكز أو برق ياتي على ثالث المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. راشد بن عبيد المري هو اللي يتولى تضميره، بينما المركز الرابع ياتي فيه سالك من هجن الرياسة بقيادة حمد بن شطيط الوهيبي على رابع المراكز وخامس المراكز. هناك هملول مشاهدينا متابعينا الكرام لتعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. عبد الله بن ثعيلب الهايري اللي يتابع تضميره سادس المراكز، مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. فهد بن سيف الخيارين هو اللي يتولى تضميره والمركز السابع في هذه اللحظة، والثامن في المركز السابع هذا هو صوغان لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد. سالم بن سيف الخصواني المنصوري يتابع تضميره والمركز الثامن في هذه اللحظة مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يضمره عاشر أو تاسع المراكز عفوا من هجن الرياسة. تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام إلى تاسع المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وعاشر المراكز صوغا من هجن الرياسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا أكملنا النداء للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة على أرضية ميدان المرموم في هذا الملتقى الخليجي، ملتقى الأصالة والتراث والماضي بالحاضر الذي نعيشه في هذه الأيام كمحبين لهذه الرياضة ومتابعي في هذه الانطلاقات الجميلة بهذه التنافسات والتحديات. العودة إلى مقدمة الشوط بعد ما أكملنا النداء في هذه العشرة المراكز الأولى وهو العشر المراكز المتقدمة، العودة إلى مقدمة الشوط. زعفران من يقود الجعدان، زعفران من يتصدر في الميدان. زعفران تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، يقود فهد بن حصين النعيمي مع التضمير ومع هذا الانطلاق والاندفاع الجميل. ياتي على ثاني المراكز شاهين لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مطر بن علوان يتولى التضمير، وهناك صوغان في ثالث المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. سالم بن سيف بالخصواني المنصوري يا سلام، المركز الرابع مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. فهد بن سيف البوسعيد الخيارين هو اللي يتولى تضميره على ثالث المراكز. تدخل هناك على المركز
الرابع شاهين، شاهين لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يتابع تضميره. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الاندفاع. هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد من الجانب الآخر، سالم بن سيف بالخصواني يضمره واسمه صوغان وهو في رابع المراكز. بقول المركز الخامس سالك من هجن الرياسة وحمد بن شطيط الوهيبي يقود سالك في هذا الشوط. وهناك ياتينا مولع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتابع التضمير نقله على المركز السابع في هذه اللحظات. وسابع المراكز يندفع وينطلق صوغان من هجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتولى تضميره. وهناك أيضا ياتينا شاهين، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يضمره. وتاسع المراكز لصاحب السمو الأمير الملكي تركي بن محمد بن فهد السعود يضمره، اللي هو بنشوف رقمه وبنشوف يا اللي يضمره عبد الرحمن بن سلطان العتيبي او عبد الرحمن بن سلمان العتيبي اللي هو اسمه مبهج. وعاشر المراكز من هجن العاصفه مع حمد بن راشد بن غدير اللي هو سلهود. هذه العشر المراكز العوده 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 مع لوحه 800 متر الاخيره في هذا الشوط، في شوط النقدي، في شوط الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، 800 متر الاخيره. ولكن مشكور مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفهد بن سيف الخيارين يضمره، يضمره في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. بينما المركز الثاني مولع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتابع تضميره. ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يتابع تضميره. وانطلق انطلق مولع ليولع نهاية هذا الشوط، نهاية هذا الشوط بالاندفاع الجميل وبالانطلاق الرائع في هذه الانطلاقات للمرة الثالثة. نقطة ثالثة يضيفها خليفة بن سلطان بن رشيد. أشكرك يا أبو مانع، أشكرك يا أبو مانع. يا سلام يا سلام يا سلام، مولع مشاهدينا الأعزاء جميرة. هناك السلامات في هذا المساء الجميل. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، يستاهل التهنية. المركز الثاني اللي وصل فيه مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث من هجن العاصفة. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد. المركز الخامس أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم. بقية المراكز متابعة اللجنة في هذا الانطلاق. نعود إلى التوقيت الزمني في هذا الشوط، وهذا هو مولع اللي قطع المسافة في 7 دقائق و45 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد وصل في المركز الثاني. عموما على كل حال تهانينا لكل الفائزين.